خلينا دلوقتي نروح لدينا شرف تطمننا على درجات الحرارة بالتفصيل والأجواء النهاردة هتكون عاملة إزاي. صباح الخير عليك دينا مرة تانية. صباح الخير يا هدير، وفعلا دلوقتي جه ميعادنا مع جولة في أحوال الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أننا مكملين في ارتفاع درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء. علشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. طمنيني على حالة الطقس النهاردة، خصوصا في ارتفاع في درجات الحرارة. تقريبا القاهرة النهاردة هتكون درجة الحرارة العظمى 36. بالفعل احنا مستمرين في ارتفاع درجات الحراره، يمكن على مدار الاسبوع الماضي كان بدات ارتفاعات درجات الحراره، مستمرين في ارتفاع درجات الحراره. اليوم في ارتفاع اخر في درجات الحراره بحوالي درجه عن الامس، ودرجات الحراره تكون اعلى من المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 درجات. ذروه ارتفاعات درجات الحراره تكون غدا وبعد غدا الاحد والاثنين ان شاء الله، لان احنا بنتاثر بكتل هواء قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، امتداد منخفض السودان الموسمي، كتل هوائيه جنوبيه، ده طبعا على سطح الارض، بالاضافه كمان ان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتساعد طبعا على زياده فترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، والاحساس بالاجواء شديده الحراره خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد. الأجواء أيضا هتكون أجواء حارة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد وجنوب سيناء، وده طبعا أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، الأجواء تكون حارة. بالإضافة كمان إن احنا فترات النهار بدأنا نشعر بارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، كلنا عارفين كنت أسأل حضرتك فعلا عليها، يعني ملحوظة جدا إن احنا كمان بقى الجو فعلا حتى بالليل نسبة الرطوبة عالية، ما عادش فيه الجو البرد اللي احنا كنا بنخاف منه جدا ونحذر منه. بالظبط، الأجواء الباردة خلاص انتهت، بدأت نسب الرطوبة ترتفع تدريجيا في الجو، وده بيساعد على الإحساس أكتر بارتفاع درجات الحرارة. يعني لو احنا متوقعين إن العظمى بتكون 36 درجة مئوية، مع ارتفاعات نسب الرطوبة التدريجية أو الطفيفة بنحسها أكتر من 36 درجة مئوية. بالإضافة كمان إن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة النهار بيزود إحساسنا أكتر بارتفاع درجات الحرارة. خلال ساعات الليل طبعا درجات الحرارة بتنخفض، والاجواء بتكون اجواء معتدله على اغلب مناطق الجمهوريه، فيما عدا طبعا سواحلنا الشماليه الاجواء بتكون اجواء لطيفه، لكن طبعا في ارتفاع في درجات الحراره الصغرى خلال فترات الليل. يعني احنا بنقول ان متوقع خلال فتره الليل الصغرى تكون ما بين ال 21 وال 22 درجه مئويه، طبعا ارتفاع عن الايام اللي احنا كنا بنشهدها قبل كده اللي كانت وسط 16 و 17، فده معناه طبعا ان الاجواء البارده انتهت خلاص، خلاص احنا بنرتدي الملابس الصيفيه فترات النهار، نبدا تخفيف الملابس يعني مع خلاص احنا ملابس صيفيه فترات نهار وفترات الليل، وكمان طبعا هنحتاج تشغيل المراوح والتكييفات كمان مع الاجواء الحاره اللي احنا بنعيشها. بالاضافه كمان ان متوقع اليوم يكون في نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء. نشاط الرياح ده بيبقى على فترات كده، يعني هو نسبي مش عالي جدا، لكن هو طبعا هيساعد خلال فتره المساء تحديدا وساعات المغرب على حساب الاجواء اللطيفه بعد الاجواء الحاره اللي احنا بنشهدها او شديده الحراره اللي احنا هنشهدها خلال فترات النهار. لكن هي رياح مش محمله بالرمال والاتربه؟ لا الحمد لله هي مش محمله، لانها سرعتها مش عاليه، يعني هي سرعتها حوالي 30 كيلومتر على الساعه، فالسرعات مش عاليه. اتجاهات الرياح كمان قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه او الشماليات الشرقيه، فمش هتكون محمله بالاتربه والرمال المثاره باذن الله، هي فقط تساعد على الاحساس بالاجواء اللطيفه خلال فترات المساء. هو نشاط رياح احيانا كمان بيبقى على فترات كده مش مستمر. بالاضافه كمان ان احنا متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله، يمكن تنخفض قليلا بعد يوم الاثنين، لكن هيستمر ارتفاع درجات الحرارة، تستمر الأجواء ما بين الحارة إلى شديدة الحرارة فترات النهار اللطيفة خلال فترات الليل. شبورة مائية خفيفة تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على حركة المرور أو حتى كمان الرؤية الأفقية، انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية دايما مع تكونها في الساعات المتأخرة من الليل، وبتستمر حتى الساعات الأولى من الصباح حتى سطوع أشعة الشمس. بشكرك يا دكتور، اتفضلي.
هي نصايح بس المهمه في الفتره دي والاساسيه ان احنا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره، خاصه من الساعه 12 الظهر للساعه 3 العصر، لان الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتعرف أكتر على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 36 والصغرى 22، إسكندرية 30 21، مطروح 27 18، سيوة 36 20، بورسعيد 31 21، دمياط 28 20، الإسماعيلية 36 20، السويس 35 21، العريش 29 19، طابة 35 20، كاترين 29 14، شرم الشيخ 36 27، الغردقة 35 26، الفيوم 36 22، بني سويف 36 21، المنيا 36 21، أسيوط 37 22، سوهاج 37 22، قنا 38 22، الأقصر 40 24، أسوان 41 25، الوادي الجديد 38 23، شلاتين 35 24، وأخيرا حلايب 31 23. زي ما حاولنا نقول لحضراتكم إن النهارده في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هيستمر لمدة يومين، نتمنى إن احنا ناخد بالنا ما نوقفش فيه أو التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولو مضطرين لكده نشرب كميات مية وفيرة طول اليوم. برجع مرة تانية لمحمد وهدير عشان نكمل معاكم صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.